أعلن مصدر في قوات البشمركة الكردية مقتل 10 مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في هجوم شنه تنظيم على قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق. وفي التطورات الميدانية أيضا، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال متهمين بالضلوع في التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص في أحد أسواق ناحية بني سعد بمحافظة ديالى. التفجير كان من أكثر الهجمات دموية التي يشنها تنظيم الدولة منذ اجتياحه مناطق واسعة في العراق.